القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. كيان رياضي جديد بالعاصمة الإدارية. إسماعيل يعد بحل أزمة الأدوية. الحبس 3 سنوات ل16 متهما في أحداث جامعة الأزهر. النيابة تجدد حبس المتهمين في انفجار الكنيسة البطرسية. وإليكم تفاصيل النشرة. كيان رياضي جديد، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتم خلال الاجتماع عرض التطورات الجارية بشأن مشروع إنشاء كيان رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 93 فدانا، إذ عرض وزير الشباب والرياضة التصميمات التي تم الاستقرار عليها وفقا لأفضل المواصفات العالمية، بما يؤهل لاستضافة كبرى المسابقات الدولية وتحقيقا لعدة أهداف تتضمن التشجيع على ممارسة الرياضة وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية على مدار العام لتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تنمية الجوانب الثقافية والاجتماعية من خلال إقامة فعاليات فنية وثقافية للارتقاء بالوعي والذوق العام. هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء في تنفيذ التصميمات الخاصة بمشروع الكيان الرياضي بالعاصمة الإدارية، بحيث يتم الانتهاء منه بنهاية العام المقبل. كما وجه بمتابعة التوسع في إنشاء كيانات رياضية متكاملة في أنحاء الجمهورية، منوها بدورها المهم في تحسين الصحة البدنية للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل، فضلا عن أثرها الإيجابي في توفير البيئة المناسبة لإطلاق طاقات الشباب واكتشاف وصقل مواهبهم، بما يمكنهم من رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية المختلفة. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك، والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة المنافسة، بالإضافة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وتعليقا على أزمة الأدوية، أكد أن هناك تصور نهائي تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب. قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 16 متهما بالحبس لمدة 3 سنوات لاتهامهم في أحداث عنف جامعة الأزهر والتي وقعت في أكتوبر 2013، كما قضت بإلزامهم بدفع غرامة 785 ألف جنيه لجامعة الأزهر. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على جامعة الأزهر وتخريب المبنى الإداري بالجامعة وإشاعة الفوضى. جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 متهمين في قضية تفجير الكنيسة البطرسية، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية واعتناق الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. كما أمرت النيابة بسرعة القبض على عدد من المتهمين الهاربين، كما تسلمت النيابة تقارير الطب الشرعي لعدد من ضحايا الحادث الإرهابي واستعجلت تقارير المعمل الجنائي حول الواقعة. أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس محمود حسين جمعة مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.